ما زلنا مع نادي الزمالك، ودي لحظات تأمين نادي الزمالك حتى دخول الاستاد داخل مدينة الجونة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، يمين وشمال اوتيلات، فنادق، فيلل، لاجون، بحيرات، قولوا زي ما تقولوا، ولكن تأمين شامل وكامل. عربية اسعاف طالعة اهي، وبوكس، وكان في عربية جولف، ممكن نلاقي توك توك في النص، ولكن من المؤكد ان عربية قناة الحياة موجودة لحظة بلحظة اهي ورا اتوبيس نادي الزمالك وكاميرا قناة الحياة، والتيم كله هناك موجود هناك. زي ما قلت لكم المسافة من فندق الإقامة حتى الاستاد اعتقد 10 دقايق بالكتير، يعني انا الحقيقة حافظ الجونة كويس، 5 دقايق ويخش على الاستاد، قرب بشكل كبير جدا. ولكن الجو هناك معرفش الجو ايه النهارده، يعني كل الناس تتوقع ان ملعب الجونه دايما ملعب صعب لوجود الهواء، ودايما يقولوا ان فريق الجونه متعود على ملعبه. فريق الجونه السنه دي ما كسبش كتير على ملعبه، ولكن مؤخرا ابتدى ياخد ويتعود على الملعب. نادي الزمالك برضه بيكسب سواء بره ملعبه سواء جوه ملعبه، الامور مش فارقه معاه كتير المره دي.